على نقيض ما تحمله هذه الكلمة حرية الصحافة من معاني، وخلافاً للأعراف الدولية التي كفلت للإنسان حرية الرأي، يبدو المشهد العراقي القادم من كركوك أشد قتامة بسبب سياسة كم الأفواه التي تتبعها القوات المسيطرة على كركوك. ربما لا تريد هذه القوات لعدسة الكاميرا أن تعري سوءة أفعالها. انتهاكات بحق الكلمة تمارس في كركوك ضاربة عرض الحائط بقانون حماية الصحفيين المنصوص عليها بالقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العمل الصحفي. إلى الآن قانون حماية الصحفيين حبر على ورق، إلى الآن لم يتم تفعيل قانون حماية الصحفيين بشكل واقعي وفاعل. فلنقل المعلومة عليك أن تخفي وجهك خشية اعتقال أو ربما قتل إذا كانت المعلومة تبحث عن خفايا الحقيقة المختبئة وراء هدوء هذه المدينة. نقابة الصحفيين تبدو شبه معطلة ولا صوت لها في ظل تزايد حالات الاعتداء على الصحفيين، ليس في كركوك فحسب بل في العراق كله. احنا بنشوف انتهاكات كبيرة بتصير على الصحفيين داخل العراق وبعض المحافظات، فاحنا نطالب انه يكون قانون للصحفيين. هو موجود قانون ولكن لحد الان ما هو مفعل. انتهاكات كبيرة صارت قبل كم يوم، صار انتهاك ببغداد على رئيس تحرير جريدة وعلى صحفي. نطالب ونؤكد على ضرورة أن الصحافة المستقلة أو الإعلام المستقل يأخذ مدى ويأخذ مساحة واسعة. الحقيقة هذه مسؤولية ليس المجتمع فقط، وإنما هي مسؤولية الدولة وليست الحكومة. يعني أنا أحكي على الدولة كدولة وعلى البرلمان كجهة تشريعية وكذلك على نقابة الصحفيين العراقيين. يصر هؤلاء الصحفيون على المضي في نقل صورة الواقع ولو بأدوات بسيطة في ظل الإهمال المتعمد، فلا تأمين ولا حماية تكفل حقهم في العمل الصحفي. ورغم كل أدوات القمع تبقى هذه العدسة مصرة على القيام بدورها، فهي العين التي لا تستطيع كل الأسلحة أن تمنعها عن رؤية الواقع كما ترى، لا كما يريد المستبدون رؤيته.